ده ام يوسف. ام يوسف ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عامل ايه؟ فضل ونعم والله العظيم منك نستفيد يا شيخ، والله العظيم. الله يعز حضرتك. والله العظيم غيرت حياتنا 180 درجه في اولادنا وبيتنا وازواجنا وكل حاجه، والله الله يبارك لك. ربنا يحفظك والله، ربنا يبارك الله يبارك لك، الله بدعي لك كل صلاه، الله يبارك لك، الله يبارك لك. ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري يا ستي. انا بس الله. عندي كم سؤال يا شيخ كده في القران الكريم. اتفضلي يا ستي. انا بختم القران كل 10 ايام وبس. ايه ما انا لازم اشرب بعد لازم اشرب حاجه بعد الكلام اللي انت قلته لي دي. ربنا يكبر. الله يخليك. قولي لي يا ستي، بتختمي القران كل 10 ايام وبعدين؟ اه بس انا لما باجي الصوره اللي بعديها مش بقرا بسم الله الرحمن الرحيم، اقراها كده ولا لا؟ لا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا متفق على ان بسم الله الرحمن الرحيم بتستفتح بيها السور كلها. والسؤال الثاني بعد اذنك. اتفضلي. انا ولادي بيروحوا الكتاب، بيكون عليا يعني العذر الشرعي يعني. بلبس جوانتي وبحفظهم الصورة اللي عليهم كده، عليا حرمانية ولا حاجة؟ حمل المصحف، ما انت حط المصحف على حامل او وقلب المصحف. انا لابسه جوانتي يعني. ما هو انا بقول لك الاحسن تحط المصحف على حامل وتقلب المصحف، ده يخرجك من كل خلاف، وتقلب المصحف باي حاجه، تحطيه على حامل وتقلب المصحف باي شيء، ودوت ما فيهوش مشكله. ماشي. طب اللي بيختم المصحف يا شيخ هو كده يعني بيشفع في يوم القيامه، حفظ ولا قرايه؟ الاثنين ان شاء الله، الاثنين يكون يوم كرامه عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لك يا شيخ، خير ان شاء الله. ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركه يا ام يوسف. الله يخليك يا شيخ. انت تدعي لنا ام يوسف. الله يبارك لك. انا ليا طلب يا ام يوسف. نعم يا شيخ. يعني تخلي اولادك وهم راجعين من الكتاب من غير اثقال، وانت لو تكرمتي عليا بعد اذن حضرتك مع كل ختمه تدعي لي. ممكن؟ ادعي لك وكل صلاه بدعي لك يا شيخ. بقول لك غيرت حياتي 180 درجه، عيالي وبيتي وكل حاجه. ربنا يحفظك يا ستي. ربنا يزيدك. ربنا يبارك لك ويجزيك خير ان شاء الله، يكون كده يا رب يا ست سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لك. طيب.